السلام عليكم، مرحبا بكم في تونس. قدم لكم روحي، انا روضه بن ميلاد زروق، رئيسه ومؤسسه جمعيه مرضى السرطان. انا سفيره حمله بالامل لنعيش في تونس، وكنت اتمنى نكون معاكم لكن الظروف ما سمحتش. السنه هذه دوره، هذه الاولى وكانت دوره ناجحه ياسر وفاتت التوقعات نتاعنا. احنا الانجازات كبيره في حمله امل، كنا ناشطين ياسر، واحنا كعادتنا كجمعية مرضى السرطان احنا ناشطين، وبالحملة هذه حلمنا وعشنا ايام ياسر حلوة. عملنا برشا تظاهرات، قرابة 20 ولا يمكن حتى اكثر، ما عادش نعرف نحسب. تونس كاملة عشت التظاهرة هذه. عملنا في شارع الثورة تظاهرة كبيرة ياسر، عملنا في أكبر بلدية في تونس، بلدية العاصمة تونس، عملنا في كثير الأماكن في المقر متاعنا كجمعية مرضى السرطان. تعدت أيام حلوة برشا، وكانت كلها محبة، زرعنا الأمل والمحبة في قلوب الناس كل اللي موجودة في تونس. وعن من خلالكم توما زادة تبعناكم، راهو تبعنا كل تظاهرة في العالم كامل. وهذه كما نقولوا، كما قلنا بالأمل نعيش، وإحنا نقولوا بالأمل لكلنا مع بعضنا، نحاولوا أملنا إلى نجاح، وإن شاء الله ديما ناجحين. ونشكركم ياسر ونحبكم ياسر. احنا تونس ومصر اشقاء، اشقاء اللي نحبوا بعضنا برشا، وان شاء الله الكل يتعمم على العالم الحب والامل والمثابره وحب الحياه والتشبث بالحياه، وهذيك هي حياتنا. وانا كان ما عشتش هكا، ما كنتش نوصل توا، الحمد لله يا ربي عديت 21 سنة بعد مرض السرطان، وحمد لله لباس، وبعثت الأمل من اللي أنا مريضة وللتوى توا 21 سنة في قلوب عشرات الألاف من العبيد، وهذا شرف لي. نشكر مستشفى بهية اللي وأنور الكموني اللي هو مؤسس حملة أمل. يا أنور شكري الجزيل لك، ولي مستشفى كل أعضاء مستشفى بهية.